أجواء نارية هنا في انتظار قمة غير عادية. هذا اليوم المنتظر لمباراة تعد بالكثير. سنكون هنا في التغطية، نعدكم بأن تكون مميزة. تحياتي مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو، معكم معلقا على هذه المباراة محبكم فارس عوض. واليوم نحن على موعد مع مباراة تأتي ضمن منافسات الليغا الإسبانية. الملكي ريال مدريد يواجه البلوغرانا نادي برشلونة. نتمنى بأن تشاهد متعة كبيرة على أرضية الميدان اليوم. نريد كرة قدم جميلة وندية من الفريقين. ويمسك كيفا بالكرة هنا. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم، في حراسة المرمى يتواجد كيبا. هذه كرة هدف الآن، الفرصة مستمرة هنا. استغلال من الأطراف من برشلونة، فرصة للتقدم في المباراة. كرة بتروح في مكان خطير، والتسديدة في القائم. كامافينجا، شوف التدخل، لكن الكرة بطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تباخ. نجوم كبيرة في الملعب هنا، التركيز الأكبر سيكون على بيلينغهام في هذه المباراة والذي ينتظر منه الكثير. نعرف بأنه هو الهداف الأول لفريقه في كل المسابقات، ونعرف أيضا بأنه يعرف الطريق للمرمى بشكل. فرصة للتقدم في النتيجة. يا رب على الكلاسيكو، الريال ينجح، مدريد يتقدم حتى في هذا الكلاسيكو. أجواء تختلف، إثارة تستمر، مدرجات تشتعل. ريال مدريد بالضربة الأولى، مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة بالحطة في النهاية في الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، نتيجة 1-0 الآن. ديوم، وصلت إلى غوندوغان. الوضعية اختلفت، أصبح الفريق المسيطر والمستحوذ على الكرة. أليكس بالدي، جافي، كرة تعود بعد تدخل جميل. الكرة تصل لكارفاخال، تدخل رائع هنا لقطع الكرة في منطقة خطيرة. خوسيرو، ريال مدريد يفقد الكرة هنا. جواو كاسيلو، أنا مع ليفاندوفسكي. برشلونة يهاجم، إلكاي غوندوغان، رائعة في هذه اللعبة. جافي، يا رب الكلاسيكو ما زال في الملعب. البوم، هدف كتالوني يعود للكلاسيكو، قمة لم تحسم بعد. أي أجواء هستيرية، فرحة خرافية في مدرجات برشلونة. الله على هذه القمة. هدف تعديل الكفة،
التعادل الإيجابي 1-1. حكم يشير إلى دقيقة واحدة فقط توحد الغاية. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. شوط أول ينتهي هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. في رأيي ستكون راضي عن هذا المستوى الجيد حتى الآن. قدر ليسجل هدف لكن هذا ليس كافي حتى اللحظة، وبالتالي شوط المباراة الثاني بحاجة إلى مساعدة فريقه بشكل أكبر. شوط ثاني ينطلق في سانتياغو برنابيو. حماية الكرة بالقوة البدنية تظهر. رافينيا، تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن تدخل رائع في توقيت مثالي. هل يفعلها ويأخذ الأفضلية وفي المرمى؟ هدف التقدم في النتيجة مرة أخرى. شاهد اللقطة من جديد، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وفرصة مثل هذه يكون من السهل تسجيلها بدون شك. مستأنف اللعب من جديد، والآن البارسا تحت ضغط العودة في النتيجة. بالدي ألم مع ليفاندوفسكي، تدخل ويبعد الكرة. رودريجو، محاولة للوصول إلى المرمى، فرصة هدف ريال. حاول التسجيل مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو. يرسل الكرة لوسط المنطقة. الآن مع كامافينجا. أوه، لو دخلت هذه الكرة كان على الفار، كان ممكن يلعب بأريحية أكبر في المباراة. كرة كانت قريبة جدا من الدخول. كرة تعود إلى ريال مدريد. أثر الإصابة واضح عليه، والمدرب ممكن يجري تغيير الآن. استغلال للأطراف من برشلونة. كرة بتتحول إلى رمية تماس. ريال مدريد يملك استحواذ أقل على الكرة في هذا اللقاء. هذا لا يهم كثيرا حقيقة، المهم النتيجة. السيطرة ليست لها فائدة إذا لم تساعد الفريق على الفوز. أحيانا يكون الاستحواذ عائق أمام الفوز، ومن الذكاء أن تعرف متى تعتمد عليه ومتى تترك الكرة لخصمك. الآن مع بيلينغهام، يضرب الدفاع بالتمرير. ديرشتيجن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. خطورة لم تعد موجودة في هذه اللحظات. تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. سترة في وجه لاعب ريال مدريد بعد هذا التدخل الخاطئ. المدرب غير سعيد بما يحدث في أرضية الملعب، لكن الآن أيضاً عليه أن يحافظ على هدوء لاعبيه بأن يتجنب إنذارات أخرى. فرانكي دي يونغ، واضح تأثير الإصابة على اللاعب، وتوقع أنه راح يستبدل المدير الفني في الدقائق القادمة. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. جوليس كوندي، هجوم الآن لا ندري إن كان سيصدر عن هدف تعادل قاتل أم لا.
ويمسك كيبا بالكرة هنا. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر الكلاسيكو، الأمور تزداد إثارة، واجهة لم تحسن بعد، رب فرصة واحد على واحد الآن. بتضيع الكرة بعد هذه التمريرة السيئة. في دقيقتين كوقت مضاف مدى الضايع. نهاية المباراة، انتصار وثلاث نقاط من نصيب ريال مدريد. كانت مباراة صعبة والمهم تحقق في النهاية، وخرج الفريق بالانتصار. فرق الهدف صنع الفارق لمصلحتهم اليوم. يوم مميز من جانب بيلينغهام هنا، مباراة مميزة وأداء كبير كما كان متوقعا. اللاعب يمتلك إمكانيات رائعة، مستوى وحيوية كبيرة في الملعب، مساهمة فعالة في الفوز. أعتقد الكل سعيد بهذه النتيجة وبهذا المستوى الكبير. مثل هذا الأداء يعزز الثقة ويرفع المعنويات.